من القلعة الحمراء ننتقل إلى القلعة البيضاء، وخضع محمد حسن لاعب خط وسط فريق الزمالك لعملية غضروف الركبة خلال الساعات اللي فاتت بعد الإصابة اللي تعرض ليها مؤخرا واللي أبعدته عن مباريات الفريق، وبيجيب لاعب وسط الزمالك عن مواجهة جنراسيون فوتا السنغالي في إياب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر ليها 24 أكتوبر الجاري، على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة توقف الدوري القادمة. إن شاء الله تكون عودته سريعة، وبإذن الله يستفيد منه نادي الزمالك في الفترات اللي جاية.